إذا ما تخلفت الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها بدءا من الأول من يونيو القادم، وما لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام، عواقب كارثية ستقع، حذرت منها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين. فإذا بات متعذرا على الإدارة الأمريكية أن تسدد فواتيرها، سيجعلها ذلك غير قادرة على سداد أجور الموظفين الفيدراليين، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير، مع ما يمكن أن يرافق ذلك من تأثير على الشركات وحاملي الرهون العقارية. رسالة وجهتها الوزيرة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي. هذا وكانت الولايات المتحدة بلغت سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير الماضي، واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة.